نكمل باقي كلامنا في الراوتينج في الاي اي جار بي بروتوكول. امبارح كنا اتكلمنا على الاي اي جار بي واتكلمنا عنه يعني الى حد ما باستفاضه شويه، وخدنا المثال، خدنا التطبيق العملي، كنا مسجلين فيديو النهارده برضو على التطبيق العملي بتاعه. النهارده هنكمل باقي كلامنا عن الاي اي جار بي. حضرتك بعد ما بنروح نعمل بقى الكوماند لاين بتاعنا وهو راوتينج يا جار بي كذا، وبنحط له الاوتونوماس سيستم، وانا قلت لكم ايه هو الاوتونوماس سيستم، وقلت له بعد كده بنروح نحط النتورك، بعد كده نقول له نو اوتو سامري. بعد ما تعمل الراوتينج هتلاقي رساله الادجيسنس دي وهي الترابط، هتعمل شو اي بي روت زي ما احنا شفناها، هتلاقي جايب لك كل الشبكات اللي حواليك كده. الاي اي جار بي بيكون كلاس فول، الاي اي جار بي بيكون كلاس فول. لازم عشان اقدر اشغل الاي اي جار بي من كلاس فول لكلاس ليس ان هو يرسل السبنت ماسك، لازم اقول له نو اوتو سمري. لازم شرطا حضرتك تقول له كده الامر بتاعنا نو اوتو سمري، عشان اول لما بقول له يا جماعه نو اوتو سمري هو بيمسح الراوتينج تيبل كله وبيبدا ينشئه من جديد، بيبدا ينشئه من جديد. فعشان كده هو بيبدا بيعمل ايه؟ بيرسل السبنت ماسك. لما بقول له نو اوتو سمري بقول له من فضلك روح اعمل ايه؟ ارسل لي السبنت ماسك. خلي بالك ان الاي اي جار بي فيه ميزه، لو انت كاتب لي الشبكات بالماسك هتقدر ايه؟ هقدر احدد انهي شبكه بالظبط اللي هروح لها في الاي اي جار بي. يعني اكتب لي الماسك بس بشرط ان لازم تقول له نو اوتو سامري. طب احنا لو لغينا نو اوتو سامري دي، لو انت حضرتك لغيتها كده، لو انت عامل سبنيتنج في النتورك عندك، هو مش هيرسل لك السبنت ماسك، مش هيفهم لك الراوتنج ده. لو انت عايز اضيف شبكه من الشبكتين دول ينفع يعمل ليهم نو اوتو سامري، لازم يعمل لهم سامريزيشنز، لازم تقول له ايه؟ نو اوتو سامري. خلي بالك ان انت برضو في الكونفيجريشنز بتاعتنا، لو انا جيت كده على البروجكت بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه، عندنا مثلا الباكيت ريسر عشان ده اخف شويه اللي احنا اشتغلنا عليه. لو جيت هنا قلت له انيبل، هنا عندي احيانا يعني برضو في طريقه تاني لكتابه الامر بتاعي بتاع الاي اي جار بي. ممكن بتكتب له مثلا النتورك اللي انت متصل بيها وليكن الايه 10.0.0، وبتكتب له حاجه، ممكن تكتب له الوايت كارد ماسك. الوايت كارد ماسك عشان ده لو انت ما عملتلوش النوت سمري، عشان يقدر يعمل لك السمرايزيشن ويقدر يجيب لك ايه السبنت ماسك. وخلي بالك دي ممكن تكون اسرع شويه سبنتنج يعني، بس دي مش الوايت كارد ماسك دي احنا ما بنحبش نستخدمها كتير الا في ايه؟ بنستخدمها في الاو اس بي. فلما نيجي نتكلم على الاو اس بي، طب حد يقول يا باشمهندس هو ينفع واحنا بندخل الكونفيجريشن نقول له ديفولت روت، نقول له نتورك ديفولت روت بدل ما بدخل الشبكات بتاعتي كلها؟ ينفع تدخله الديفولت روت اللي هي نتورك 4 اصفار، بس في مشكله. ايه المشكله؟ ان انت حضرتك بتقول للاي اي جار بي لو سمحت يا اي اي جار بي انت اي تروح اتعامل مع اي شبكه مع اي سبنت ماسك. طب هو ده ينفع يا جماعه؟ هو ده ينفع ان انا اشتغل بالديفولت روت؟ اوعى تشتغل بالديفولت روت. ليه بقى؟ عشان ممكن اي حد يروح يعمل اتاكر عليك، يروح يعمل هو نفسه برضه يعمل اي جار بيها. سهل جدا هيعرف الاوتونوماس سيستم بتاعك، ولو عرف الاوتونوماس سيستم وعمل نتورك 4 اصفار يبقى انت كده يقدر يشوف كل الشبكات اللي عندك كلها، قدر يشوف لك الشبكات اللي عندك كلها. تمام كده. طيب في حاجة تاني برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها لكم، في امر تاني برضو في الاي اي جار بي في الراوتنج بتاعنا، بتروح تقول له كده المتريك، بتقول له كده المتريك بتاعك الوايت كارد ماسك او الوايت او الوايتس، وبتروح تكتب له الباينري بتاعك، تكتب له الباينري ده هيظهر يقول لك خلي بالك الكي ده. في قصه بقى
الكي فاليوز اللي انا قلتها له ان انا بدخله بعد هنا الكي فاليوز بايديا يعني. بس انا مش عايزك يعني توجع دماغك بالكي فاليوز قوي يعني. دي هتاخدها باستفاضه في زي ما قلت لك في السي سي ان بي. طبعا احنا خدنا كل انواع رسائل الاي اي جر بي والباكت، وهي طبعا رساله الهيلو، وزي ما قلت لك ان الهيلو دي بتيجي كل بتطلع كل 93 ثانيه عشان يروح يجيب لك كل الشبكات اللي هي متصله بيه. طيب في عندي بقى جزئيه مهمه جدا في الاي اي جر بي، جزئيه حل مهمه جدا في الاي اي جر بي، وهي اللي هندي موضوع حلقتنا النهارده. انا كده نفتحها في صفحه جديده لوحديها، وهي اي اي جر بي. انكريبتد. اي اي جر بي انكريبتد. يعني ايه الانكريبتد؟ يبقى انا دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ او انكريبشن يعني. انا دلوقتي عايز اشفر الراوتينج اللي ما بين الراوتر وبعضيها، بحيث ان لو حد حب يدخل يحاول يعمل اتاك عليا ما يفهمش الشبكه بتاعتي ايه، ما يفهمش يقدر يشوف الشبكه بتاعتي ايه. طيب الراوتينج ده او الانكريبتد بتاعي ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، ان اي بقى ان اي راوتينج بروتوكول اشفره، اشفر راوتينج تيبل بتاعي كله اللي بستخدمه، اي راوتينج بروتوكول ايا كان، اي حد يحاول يدخل عليه هو بيكون معمول له عمليه تشفير راوتينج تيبل، لان في طبعا خاصيه الراوتينج بوزيشنز. من خلال اقدر اعمل طبعا سنف، ده حبيت اعمل سنف على الراوتنج تيبل بتاعي. وطبعا عندك برامج كتيره زي سنيفر مثلا او الواير شارك، اي برنامج او من البرامج دي، او في برنامج طبعا اسمه كين اند ابل. اقدر احصل على الراوتنج تيبل واقدر اعمل ايه، اقرا محتويات كل الراوتنج تيبل طبعا، واقدر اغير فيها من تاني. كأن الراوتنج تيبل ده، كأن السيرفر ده موجود عندي في نفس المكان، كأن الراوتنج تيبل ده او كأن الراوتر ده موجود معايا في نفس المكان بتاعي، فانا بروح اعمل عليه اتاك. طيب واقرا محتوياته زي ما قلت لك، واقرا اشوف كل حاجه فيه، واقرا اشوف طبعا النيبور بتاعي مين، واقدر ممكن اهد الشبكات اللي كلها فيها يعني. طبعا في برامج بتعمل الجزئيه دي كلها يعني. طيب انا هنا بعد في الروت بوستنج ده عشان اقضي عليه اشفر الراوتنج تيبل واشفر البروتوكول اللي بيقوم بعمليه التسجيل داخل الراوتنج تيبل. من ضمن خصائص الاي جر بي والراوتنج تيبل، طب في الراوتنج تيبل كتيره طبعا، ان اقدر اعمل عمليه الاوثنتيكيتد واعمل لها عمليه انكريبشن، اشفر البروتوكول ده واشفر الداتا اللي هي ماشيه في الـ في الـ في السلك بتاعي يعني بالكامل زي بالظبط كده. دي طبعا دي ميزه كبيره جدا اخرى في ان هي ان انا اقدر اعمل الجزئيه دي. زي ميزه ايه بالظبط اللي احنا خدناها؟ السبليت هورايزونز. دي كانت معناها ان الداتا تخرج من عندي اللي هي الراوتنج تيبل اللي بيتعمل على الادفرتزمنت، بيتعمل على الادفرتزمنت عندي يعني، بيتعمل على الفتحه بتاعتي عند كل الناس بتتشابه معايا في نفس اللي احنا خدناها امبارح، تتشابه معايا في قصه الراوتنج تيبل. فما تخلينيش اعمل نسخه يعني، انا هنا مثال اهو، ادي ده راوتر وده راوتر، ده ما بينه راوتنج، فالراوتر ده ما راح بعت الهيلو مسج للراجل ده وبعت له راوتنج تيبل بتاعه فيها، فراح قال له ان الشبكات بتاعتي كلها اهي، فالراجل ده يجي يرجع له عشان اديله راوتنج تيبل، لا هيروح يوقف كل الراوتنج تيبل وهيقول له اديني الشبكات الجديده بس، وهيقارنها ويحط له الحاجات الجديده بس. طيب
طب يبقى بعت السبليت هورايزون ده الغرض منه انه ما بتشغلنيش، ما ترجعليش داتا تاني، انا عندي علم بيها وانا شفتها قبل كده، ودي السبليت هورايزون، عشان دي ده بروتوكول زي الاي اي جار بي بيشتغل كل 90 سنه، فده ما بيفصلش رايح جاي، بيانات هي بالظبط، بتكون متكرره كل شويه، ارجع لي بالجديد بس. يعني انت حضرتك اما بتروح يا راوتر انت تروح تكلم كل الشبكات دي، وانا كده كده عندي الراوتنج تيبل، اديني الجديد. انت يعني جديد ايه الجديد؟ يعني مثلا الشبكه بتاعت 16 دي فصلت، فمن فضلك انا الشبكه دي موجوده عندي، فانت اديني الابديت، اديني الابديت ان الشبكه دي بقت داون. الشبكه دي بالنسبه لي بقت ايه؟ بقت داون، فانا خلاص هاجي اروح امسحها من الراوتنج تيبل عندي. ده بالنسبه لي الجديد عندي. طيب. مزايا الظبط زي ما قلت لك ان السبليت هورايزونز ان هي في الراوتنج بروتوكول، ان هي في الراوتنج بروتوكول زي الاي اتش ار بي. طبعا احنا هنركز على الراوتنج بوستنج اللي هي التشفير بتاع الاي اتش ار بي. طبعا البروتوكول اللي هنستخدمه في عمليه التشفير اللي هنعمل عمليه التشفير فيه في الاي اتش ار بي هو الام دي 5، او بروتوكول اسمه الام دي 5. بروتوكول التشفير ده الام دي 5 ده من ضمن البروتوكولات التشفيره اللي هي القويه اللي احنا بنستخدمها في تشفير اللينكات ما بين الرواتر وبينها بعضها. طبعا التوبولوجي اللي معانا دي اللي احنا هنشتغل عليها اللي بتاعت امبارح هنشفر عليها، هنعمل عمليه انكريبتد. طيب اول حاجه في الانكريبتد بتاعتي، فانا بقول له ايه يا راوتر؟ انت هتعمل لي اول حاجه اسمها كيتشين، هنعمل حاجة اسمها كي تشين. طب ننفذها عملي وناخد الأمر واحنا شغالين. يعني أنا هشفر ما بين هنا وهنا. فأنا باجي هنا على الراوتر ده وباجي أكون واقف، نقفل طبعا هنا. بكون واقف على فين؟ بكون واقف على الكونفج مود. بكون واقف على الكونفج مود، بقول له كي تشين. كي تشين يعني حضرتك احنا هنكون متفقين مع بعضينا على كي، على باسورد معينه، والباسورد دي هتكون زي باكج، زي يكون هتكون باكج عندك يعني. يعني عباره عن ايه؟ عباره عن فولدر، وليكن مثلا هقول له كي تشين سي سي ان اي. يعني خلي بالك، خلي بالك يا ام دي 5. احنا هنعمل فولدر، الفولدر ده هيكون سي سي ان اي، بيحتوي على عدة كلمات سر. دلوقتي هنكتب واحدة فيها، لا تروح تكلم الاي اتش ار بي والانترفيس اللي بيوصلني بالشبكات دي والمدرك فيها الاي اتش ار بي، وتقول له، اقول له استدعي سي سي ان اي ده لكل بكل كلمة، بكل كلمات السر اللي فيه. يعني انت حضرتك ممكن نحط اكتر من كلمة سر؟ ينفع نحط اكتر من كلمة سر في الفولدر بتاعنا اللي هو سي سي ان اي. هنستخدم كلمة السر اللي هو اللي جوه الفولدر ده اللي جوه الكي تشين. هنقول له مثلا ايه؟ كي سترينج اقول له كي، المفروض كي سترينج. او هنقول له مثلا الكي بتاعنا، طبعا هنا جايب لك ايه؟ حضرتك هتحط اي رقم من الارقام دي كلها. هنقول له وليكن كي واحد. يعني انا بص عندي 217 مليون 748 الف، لا هو 2 مليار 147 مليون 883 الف 647 كي. يعني انت بتحط دي كلها عدد كيهات حضرتك ممكن تحطها. طبعا هنقول له مثلا كي واحد، بعد كده هنقول له كي سترينج. كي سترينج بقى هنا الباسورد بتاعتنا، هنا الباسورد اللي احنا هنحطها على الاي اتش ار بي. يبقى انا كده بدات هشفر ده الكي او الباسورد اللي احنا هنشفر بيها. لازم كي واحد ده او كلمه السر دي لازم
لازم حضرتك تتشابه في كل الرواتر اللي انت هتروت ما بينها اللي فيها الاوثنتيكيشن بتاعي. في الجزئية دي لازم تتشابه في كل الرواتر. اما الاسم ده طبعا اللي احنا عملناه اللي هو سي سي ان ايه ده مش لازم تتشابه كل الرواتر فيه، ده هو فولدر باسم مختلف يعني. طب يبقى الكيتشين عبارة عن فولدر تشفير كلمة سر. عشان اما اقف على الانترفيس دلوقتي اللي هي فاست اللي هي سيريال 0 على 0 على 0، المفروض مفعل عليها الاي اتش ار بي، فلازم يكون فيها مدرج الاي اتش ار بي. لما انده على فولدر اللي اسمه سي سي ان اي ده ينده بكل كلمات السر اللي فيه، ويتاكد طبعا انه مطابق للرواتر اللي قدامه. فانا بدخل كده على باجي طبعا اقول له اكزيت، وبقول له اكزيت، وبقول له كده انترفيس سيريال 0 على 0 على 0. هقول له كده اي بي اوثنتيكيشن مود اي اي جر بي 100 MD5 MD5. ده بروتوكول التشفير. بص كده اصبح اللينك بالنسبه لي ايه؟ شايفين يا جماعه اللينك بالنسبه لي ايه؟ داون، يعني اللينك وقعت. اللينك وقعت دلوقتي بالنسبه دلوقتي مفيش اي اي جر بي شغال. دلوقتي مفيش اي اي جر بي شغال. بعد كده هقول له اي بي اوثنتيكيشن كيتشين الفولد اي اي جر بي 100، وهتقول له بقى ايه سي سي ان اي زي ما هي مكتوبه الفولدر بتاعي. بص كده لو انا قلت له كده شو اي بي روت، المفروض هنا بيفصل لايف، بيفصل اللينك اصلا اللينك دي خالص، عشان اللينك دي بقت مشفره اللي هي بتاعت ال 201 دي، تبقى بالنسبه لي داون. ده لايف بيحصل كده، ولازم تيجي على الانترفيس اللي قدامها الموضوع ده بيحصلش. بص كده قال لك حتى الانترفيس قدامي هيحصل لها ايه؟ بقت داون وبقت فيلير. نفس الكلام هنروح نعمله على الراوتر التاني اللي هو اللي قدامه، نفس الانترفيس، نفس الانترفيس اللي هي متصله بيه اللي شايفها قدامه. هقول له ايه؟ هقول له انيبل كونفتي، هنقول له كيتشين، وهنسميها اي اسم وليكن مثلا سي سي ان اي، هي مش لازم تتشابه هنا زي ما قلت لك. وهنقول له كي واحد، هقول له كي سترينج، ودي لازم نحط له نفس الكي اللي هناك. هنخرج بره، هنقول له كده انترفيس سيريال 0 على 0 على 1، هنقول له كده اي بي اوثنتيكيشن مود اي اتش ار بي 100 MD5 اي بي اوثنتيكيشن كيتشين. ممكن سؤال؟ اتفضلي. الاي بي اوثنتيكيشن ايش الفايده منها؟ اي بي اوثنتيكيشن، ايوه اي بي اوثنتيكيشن يعني من فضلك الاوثنتيكيشن، الاتصال اللي ما بينك وما بين الراوتر اللي قدامك اللي ما بين اللي انت هتشتغل بيه بالاي اتش ار بي هيكون مشفر، هيكون شغال بباسورد بالكي اللي احنا اتفقنا عليها اللي احنا عملناها اللي هي دي. اوكي. فاصبح دلوقتي ان المفروض كده يرجع لك الاوثنتيكيشن زي ما كانت. هنا بقت المفروض اغير لك الاستاتس بتاعته، هتبقى بدل ما هي داون هتكون اب. مش كان هنا كان جايبها لك داون دلوقتي؟ هنا كان جايب لنا داون، رجعها تاني. اهي مش كانت داون؟ اوثنتيكيشن مود بقت ايه؟ بقت تشينج، اتغيرت دلوقتي رجعت. ممكن برضو نعملها
ما بين الراوترين دول عشان دول قريبين من بعض. هاجي هنا هطبق المثال العملي تاني اهو قدامكم. هنيجي هنا هنقول له ايه؟ انيبل كونفتي. هنقول له كده كيتشين، وهسميها مثلا عماد. هقول له كي واحد، بعد كده اقول له كي سترينج، واحط له مثلا ايه سيسكو، صح كده؟ بعد كده هقول له اكزيت، هقول له اكزيت، هقول له كده اي، هقول له انترفيس، لازم ادخل على الانترفيس. الانترفيس بتاعتنا اللي هي كام؟ سيريال زيرو على زيرو على زيرو. هقول له كده اي بي اوثنتيكيشن مود اي اي جار بي 100 ام دي 5. شفرها لي بالام دي 5. بص قال لك ايه؟ شايفين الرساله؟ خلي بالكم من الرساله دي. قال لك النيبور اللي هو جاري ال 50002 احنا بقينا داون خلاص، اوثنتيكيشن مود تشينج. احنا خلاص الاوثنتيكيشن الترابط، يعني ايه كلمه ترابط؟ الاوثنتيكيشن يعني الترابط اللي ما بيني وما بين الراوتر اللي قدامي، ما بين السيريال اللي قدامي اللي هو 001. السيريال ده اللينك اللي ما بينه وبين الراوتر ده بقت داون، انا مش شايفه، هو بالنسبه لي بين الكلام دلوقتي مشفر. فاقول له اي بي اوثنتيكيشن كيتشين اي اي جار بي 100، ونحط له مين؟ عماد تاني دو دبليو ار. هنيجي بقى للفتحه اللي قدامه هنا، بص كده شايفين بقت ايه؟ داون. الفتحه اللي قدامه دلوقتي بقت داون خلاص اهي، عشان نرجع اللينك تاني ما بينهم بين بعض. هدخل عليها كونفيتي، هقول له كده كيتشين عماد، هقول له كي واحد، هقول له كي سترينج، ولازم يتشابه نفس الباسورد. هنعمل هنرجع هنيجي بعد كده نقول له انترفيس سيريال زيرو على زيرو على واحد. هقول له اي بي اوثنتيكيشن مود اي اي جار بي 100 ام دي 5. لحد دلوقتي لسه ما رجعتش الاوثنتيكيشن. بعد كده هقول له اي بي اوثنتيكيشن الكيتشين الباسورد بتاعتنا في الاي اي جار بي 100 هتكون عماد. شايفين حصلت ايه دلوقتي؟ ردوا عليا، بقت ايه دلوقتي؟ بقت اب اهي، قامت اللينك تاني اهو. اصبح دلوقتي ان الانترفيس دي لما تيجي تروح تكلم الانترفيس دي هتكلمها عن طريق انكريبتد، هتكلمها بتشفير مشفر. ده الجزء الثاني بتاع الاي اي جار بي. صعب؟ ادي الاوامر بتاعتنا اهي، خدها لكم كلها. من فوق هتشتغل بعد كده. ادي الاوامر كلها اهي، هبعتها لكم برضو مع الفايل ده تاني. يعني حد عنده سؤال في جزئيه الانكريبشن؟ زي ما قلت لكم ان الاي اي جار بي بيشتغل بالجوريزم معين، هو معمول ان هو يشتغل بالجوريزم معين، عشان كده هو اختاروا في قصة التشفير. تمام؟ تمام، هنوقف كده.